ميديا يا ميديا، وبالك عم برن بدي عليه. الو، مين؟ ايوه، اهلين استاذ عبد الله. لا ماني نايمة، شو نايمة، فايقة من زمان. شو رشحني للمسلسل؟ جائع للحب؟ يا شو اسمه حلو، مع المخرج راشي. شو دور بطولة؟ لا لا، مالي مرتبطة ابدا، بقصد يعني بلغي كل ارتباطاتي، ما في مشكلة ابدا. طبعا 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 جاهزة. شكرا كتير استاذ عبد الله، كلك ذوق كلك ذوق. مع السلامة مع السلامة. لك فيه للوشة، باركيلي باركيلي، رفيقتك مرشحة لدور بطولة. يا ربي شكرا لك شكرا لك، أخيرا استجبت لدعواتي. مبروك، كتير منيح، دور بطولة. لك قومي قومي، حاجتك نوم، خلينا نحتفل. يا الله يا الله، منك انتي. لك شو نحتفل؟ مالك شايفة قدي الساعة؟ لك للوشة حاجتك كسل، صارت الساعة 6. اخرب بيت قلبه، حدا بدق الساعة 6 لا يحكي بالشغل؟ اشو شايفني بمنامه؟ عن جد قليل ذوق. يلا تصبح على خير. غلطة مرات وانتهت، شمعة العيد انطفت. غلطة مرات وانتهت، شمعة العيد انطفت. بتعرفي يا ربونة، الله يسامحك عودتيني على عمتي، بس الأحلى إنه أنا تعودت عليها مع ياس خضر. من هون ورايح بدي أحط لك مسجلة بالمطبخ. لكي أورني ربك شو بتفهمي. لكي ممكن فصلت. لك مو فصلت، بيقولوا قطعت. قطعت هلا غير لك اياها. شو كنت اقول لك؟ انت مجنونه شيء؟ في بعقلك شيء حبيبتي؟ ليه؟ فكري، عم تشتغلي حبيبتي بدون ما تعرفي شو هو راتبك؟ لك لا مو هيك. هلا انا وابو سمير حكينا وقال لي ما في مشكله، بس صراحه الصراحه والله استحيت اقول له مره ثانيه. شو اعمل؟ ما بعرف، بدك تلاقي حل ما حلو. صباح الخير. لك تمشي من دخيله حبيبتي انت نور. صباحو يا حلوين، صباحو. هاي ميديا. شو شو يعني؟ شو يعني غريب هيك فايقه ومصحصحه ومشقرقه ومبسوطه؟ شو عاد ما بدا؟ شو بدك يعني كشف؟ لا بس مالك بالعاده، يعني بالعاده بتقومي وبوزك هيك قدامك شبرين. شو عاد ما بدا؟ انا مشقرقه لانه اخيرا الدنيا ابتسمت بوشي. رفيقتكم ميديا من اليوم ورايح صارت نجمة، وحاليا مرشحة لبطولة مسلسل. انتبهتوا؟ بطولة أضخم إنتاج تلفزيوني لهالسنة. مسلسل رح يكسر الدنيا، مسلسل جائع للحب، بطولة النجمة ميديا اسقب. إيها يا عين عليكي، شو هالخبرية الحلوة؟ إن شاء الله ألف 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 مبروك. يعني ميديا، يعني هلأ صار في أمل إنه أعتبر إنه رفيقتي حتصير نجمة المستقبل وأرفع راسي فيكي قدام رفقاتي كلياتهم؟ أوه علي، مسكين موبايلك صار عن يعملي سايلنت يردي عليه. ألو مين؟ لك أهلين هنادي، شو خبرنا على بالك؟ صباح الخير، أنا رايحة بدكم شي؟ لوين؟ رايحة على الجامعة، اليوم حاطين لنا محاضرات كتير مهمة. يي؟ شو الحكي؟ أي لا معك حق، اليوم في محاضرات كتير هيك صعبة، أساساً الجامعة بتكون عجقة لأنه اليوم جمعة. اليوم الجمعة؟ لك أي والله، في نقطة حمراء على رأسي، عم فكر كمان شيل الريشة، شو رأيكم؟ أي شوفي، قال ما نقيت غير يوم الجمعة لحتى تقول إنه عندها محاضرات. لك خرب بيت قلبي، شو بتكذب هالبنت؟ صباح الخير، أنا رايحة بدكم سي؟ ولوين؟ رح أشوف رفقاتي بما أنه اليوم جمعة، عزموني على الغداء. ايه ميسر إن شاء الله. ايه شكراً، بدور. ايه قولي هيك من الأول حاجة تسلبية. لا ما عم تسلبها عن جد،
هي ما بتعرف سبت من احد من تنين من ثلاثة. والله عن جد هي مفكرة انه اليوم اكيد عندها محاضرة. وين طريق الحلوة وصله؟ ايه وحياة عيونك اذا مو على خطي بغير لك خطي كله. روح من هون. تعي روح سوا، اسمه اليوم جمعة، نفس أرجيلة، بيتزاية، معكرونة، شو رأيك؟ حاج غلاظة وروح من هون. لا بزعل مني، دخيله الورد الجوري، أنا دخيله الموف المفتح. إذا ما رحت من هون بطلب لك الشرطة ها؟ دقيقة مو بس الشرطة طبيلي، طبيلي الإطفائية مشان تطفيلي ناري. في قطع عمرك، هلا بس لإيجي خطيبي بعرف خليه فرجيك. بعرف خليه فرجيني، عندك مشكلة باللغة العربية، دقيقة شو. سامي شايف هذا؟ حبيبتي طلعي بسرعة، طلعي يلا. كيف يعني طلعي؟ مش رح تعمل له زلطة عم بتغلط علي. هلا هي شغلتك ولا شغلتي؟ هلا برجي لك يا طلعي. شو يعني؟ يقبرني الحلو. مش الحال، أكل نصيبه هالواطسي. أنو حال يلي مشي؟ ياس انت شو عملت؟ كيف شو عملت؟ ما شفتيني كيف شغلت الفلاشر بنص خلقته؟ شو يعني؟ حبيبتي انت شو بيعرفك بأساليب الشباب؟ أي واحد بيشغل الفلاشر بوش شاب تاني بيكون أهانه إهانة كتير 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 كبيرة، يعني أكثر من مسبي أصلا. والله؟ طبعا حبيبتي، اصلا كل اللي بتدرج وبالجاحظ او بالسبك بسياراتهم بيعرفوا هاي القصه، بيكون انهز بدنه واحس بالاهانه الكبيره لما ضويت له الفلاشر بنص خلقته. فرجيت لك يا لهالتافه الواطي. ايه بس ان شاء الله يكون انتبه لها ضو الفلاشر بالنهار. ايه حبيبتي، هلا المهم وين بتحبي نروح؟ ما بتفرق. روح. والله لو عرفاني انه بتصير كثير نظيفيه ومهففه كنت قلت لك من زمان يجيك دور بطوله. اي والله. ومشان بطوله حبيبتي؟ لكن مشان شو؟ جاي لعند رفيقتي. مين رفيقتي؟ بعرفها؟ ما بعرف اذا بتعرفوها، كانت معي بالمعهد، اسمها هنادي زيتون. يا بي هنادي زيتون؟ لك انا كثير بحب اقولي والله انه جاي. مين هي هنادي زيتون؟ ما عرفتها ممثلة. لك انا عرفتها، لك هي هنادي زيتون اللي كانت مقيدزة بمسلسل خيط الأصفر. لك ايه؟ ايه مزبوط. ايه كلياتهم كانوا مقيدزين؟ ايه ما عرفت وحدة من وحدة، اي وحدة فيهم؟ لك هي اللي نقلت العدوى للكل. ايه تذكرتها، سئيلة يقطع عمرها مقلزة، ايه بتقرف يعني، سئيلة. وهي شو جابها لعندي؟ شو بيعرفني؟ انا تفاجأت كتير بتليفونها لانه من ايام المعهد ما حكيت معي، ومن شي سنة التقيت فيها بالصدفة بالمطعم واجت عيني بعينها ومع هيك عملت حالة ما شايفتني. طب بلكي جاي تبارك لك بما انه سمعت انه رح تاخدي دور بطولة. قصدك جاي تلقلقلي بما اني صرت هلأ مشروع نجمة كبيرة. لا طقوا رسمي. يلا بما انه اتنيناتكم فاضيين تفضلي انتي امسحي الغبارة حبيبتي، وانتي لبونتي اعملي مسحة للأرض هيك من قريبه. لولو حبيبتي فينك تساعديني نقي ثيابي بما انك عرضت ازياء وبتعرفي بالستايل مشان اطلع حلوه قدام رفيقتي. ايه اذا هيك تكرم عينك مشي معي على الغرفه يلا. عن اذنكم. هنادي انا بحبك كتير كتير نفس الصوت. ما معقول شو بحبك، ما معقول.
شو معجبك كل ادوارك؟ انا كثير 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 معجبه فيكي. شو صار لك خلقتيني؟ بس بتعرفين كانك انت على الشاشه بتبيني كثير احلى وانحف. شو بيعملوا فيكم انتو؟ بينحفوكم يعني ولا بينفسوكم؟ معناتها انا اذا بدي مثل كثير بدي مثل. نادي تفضلي تفضلي. يلا تفضلي بنحكي جوا. هزار كلمه كلمه هالشيخ. اخ العمش قليله ذوق. كسر ايدك انتي ورفيقتك هي البغله. مع هالممثلات شو بيشوفوا حالهم؟ والله انا بكره اذا بدي مثل ما رح اشوف حالي على حدا. بعدين اذا بدي مثل عن جد قد بيطلع ظريفه ونحيفه؟ والله ولا نيكول كيدمان. لا بس هي اطول شوي. يلا بعمل تيست. دقيقه. سموحه؟ ايه حبيبي. حبيتي اكل المطعم؟ ايه حبيته كثير ظريف. يا اوكي. شو؟ شو حبيبي؟ ليه ما رديتي؟ حبيبي هذا واحد غلي صار له شهر عم يدق لي، ما جاي على بالي رد عليه. يقطع عمره، يقطع عمره ما اغلظه. لك رجع دق لي عم يدق لي شو بدي اسوي؟ قلي قلي. رجع دق مرة ثانية؟ هاتي لقلك. خسرته كل وحداته وفصلت بوشه. يا حيوان يا وافي جبال. خدي عليكي لالي ضيقة ضيقة ليلة. يخزل العين ما بتنحمس. واحد اثنين ثلاثة. شكرا. ورجيني. كتير طلعت حلوة. يغزل عين بيتكم كتير مهضوم. ميرسي. كنت من زمان تعي زورينا وخلينا نشوفك. والله يا ريت يا ميدو، بس بتصدقي ما عندي وقت حد راسي. يعني انت بتعرفي ظروف شغلنا وقت التصوير منقضي كله تصوير. ما بخلص عمل ببلش عمل تاني. بتقولي ما في ممثلات غيري بالبلد؟ نياله لقلبك. بس افهم على شو عم يعطوكي كل هالادوار. بعدين يا لطيف شو مبغله. بس مو معقول يا نادو شو حليانة، كتير فرقانة عن أيام المعهد. مزبوط والله الكل هيك عم يقلي، بس بتعرفي كتير كتير تعبانة، صار لي أكتر من أسبوع ما نمت. ليش خير فيكي شي؟ لا لا أبداً والله ما في شي، بس كل يوم عنا تصوير ليلي فعم تأخر بالتصوير. يعني مثل ما بتعرفوا رمضان قرب فما نخلص هالكم سبع مسلسلات تبعوت السنة. يعني يعطيك العافية ما شاء الله عنك، بس مبين عليك الإرهاق. الله يعافيك يا رب. اهلا وسهلا. نورتي والله. تفضل. شكرا. تفضلوا بنات. يسلموا. بتعرفي انا كثير بحب تمثيلك، بحسك كثير عفويه. تسلمي يا قلبي يا رب كلك ذوق. بس بدي اعزبك اذا بتريدي بدي حليب، لانه انا ما متعوده اشرب الشاي بلا حليب. ايه تكرم عينك ولو بس كامل الدسم اذا بتريدي، او اذا عندكم دبل كريم. يعني سوري عم تغلظ عليكم طلباتي، بس الحقيقة أنا عاملة نظام غذائي صعب شوي ولازم التزم فيه. ماشي. إيه بس إذا بدك تنحفي حالك لازم تخففي شوي من أكل الدسم، مو بالعكس، والأحسن إنك تبلشي تلعبي رياضة. اسأليني إلي أنا بعرف. لا حبيبتي أنت فهمتيني غلط، يعني أنا ما عم بعمل نظام غذائي مشان أنحف. لكن شو؟ بالعكس تماما، أنا عم بعمل نظام غذائي مشان اسمك أكتر من هيك؟ نقصد هيك كتير حلو، أكتر من هيك بصير زيادة شوي، ولا شو رأيكم؟ والله معك حق يا ميدو، بس شو بدي أعمل مشان الدور؟ أنو دور؟ أنت ما عندك خبر؟ ما أنا مرشحة لبطولة مسلسل اسمه جائعة للحب مع المخرج راجي، وقالوا لي إنه لازم تكون البطلة سمينة، يعني عجعوجة، بطن، ورك، معدة، رجلين، إيدين، أي شيء، حتى لازم يكون وشي منفوخ، بس لسه مشان هيك عم أقسي حالي بالنظام. معقولة ميدو ما عرفتي بالمسلسل؟ يعني كل الوسط بيعرف في هذا الموضوع؟
شو صار بالحليب؟ ليكي إذا ما في حليب ما في مشكلة، قشطة بيمشي الحال. لا والله يا حبيبتي لا تواخذيني، لا عندي لا حليب ولا قشطة. إذا بتحبي عندي حليب لنظام غذائي بس للتنحيف. لا شكرا. فشيت خلي. شبك سامي؟ بعت لك الهم يا سموحتي، شو عصبية. إيه أنا خفت منك، بس ما أكون محلك ما بنزل حالي لمستوى أبدا. يا الله شو إنه قليل أدب لك، ما عم يفهم شو أعمل لك، قل لي شو أعمل. شفتي حبيبتي، يعني ما في شيء بينحل بالعصبية. أنا برأيي ما عندنا غير حل وحيد، نحاربه بالوحدات. أعطيني لقلك. عن جد ما عم صدق. معقولة يروحوا الدور علي مشان كم كيلو؟ يعني كيف ما بيخبروني؟ طيب انتي حاولي تكتري اكل وتقللي حركة، بركي بتسمني لك شوي من هون لتشوفيهم. يعني اليوم ما شاء الله عليك حرقتي كتير. عن جد ما لازم اتحرك ابدا، وهي قاعدة مشان ما احرق ولا كالوري. بس المشكلة عندي موعد مع المخرج. يا الله كيف بدي اصير مثل هنادي بيوم واحد؟ خلص ما لازم اتحرك ولا شوي. هي قاعده لك. انا لو مني ومنك بنبسط، على الاقل اجت رفيقتك ونا. هي يا حوبي طلعي فيني هون عم حاكيكي. ما بدي اتحرك مشان ما احرق ولا كالوري. ايه لا اوعي اوعي ديري بالك، لازم تنبسطي. يعني هلأ بتعرفي إنه هني إذا ما قبلوكي فمنشان وزنك مو مشان موهبتك. ها هي إجت سميحة. أنا أجيت. شبه هي؟ شو سميحة؟ ما بدك تحكي؟ ما بدك تقولي لي من شو متضايقة؟ ما في شي، بس أنا مزعوجة شوي. طب يا ستي بدك تحكي؟ ها وليكني قعدت لك. ليلى؟ يا ليلى؟ ميديا عم تنادي لك، قومي شوفي شو. ما بدي قوم رد على بطيخ ميديا. بدك تقولي لي هلأ هلأ شو فيكي؟ يا ليلى؟ ليك عم تنادي لك؟ لك ليك ليك عيونك دمعوا. طب اسمعي لقلك، بس يجي على بالك تحكي وتفضفضي ليكني انا موجودة بس اندهيلي. ايه لولو خير؟ شوفي للوشة فينك تجيبي له موبايلي من جوا؟ لانه مثل ما بتعرفي ما فيني اتحرك ابدا مشان ما اروح ولا كالوراية. كالوراية؟ اي تكرم عينك انت والكالوراية. شكرا. ميلو شوفي شو جبت لك. سكي. واو لا تتحركي مشان ما تحرقي كالوريز. انا بدي لقمك بايدي. فتحت امك لقلك. شو صغر لك ولا كبر لك؟ لا صغري لي اياها مشان شوي شوي. يلا سكي. نور لا تعلكي لا تعلكي، بلعي بلع. في قصة شوكولا اللي جابنا يا وائل، انا بحبها كتير. وائل؟ انا كيف نسيت احكي معه؟ ما بدي مسكك. لولو لأمية الله يوفقك ولا تخليها تعلك. لا تعلكي بس ما تنسي لي شوكولا، بحبها كتير انا. يلا لحمة لحمة شو ها؟ شو في؟ عمر الشريف يتصل بك. لا بقى فرجيني. شبك مجنونة انتي؟ لك في حدا هيك بيساوي بحاله؟ في حدا بينزع ستايله الخزيق هاد كله من شان شقف الدور؟ حبيبتي هي مو بس دور، هي بطولة. بعدين بس خلص تصوير لبنى بتنحفني. ميلو شو بتنكي بريق مي مو كاسر؟
ضلي اشربي هلا وانت قاعده عم تاكلي هيك لين بقلك كرش، بلكي اذا شافك المخرج بكرش بيقوم بحبك وبيعطيكي دور البطوله. دغري يلا خي اشرب. كلا كلا شو عم تعملي؟ اشربي. ايوه. لا 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 شوي نانو، عم تحكي بالتليفون مع وائل بده يطمن انه بالبيت. ايوه اخي وائل يسلم عليكم كلياتكم يا صبايا. الله يسلمك ويسلمك. يا ريت قلتي له يجي. ليش لحتى يجي؟ امبارح كان عنا. كنت بدي وصيه يجيب لي بيتزا معه لانه لعيت نفسي من الحلو. لا لحظه، بدي افهم، هلا انت بدك تسمني ولا بدك تنتحري؟ لانه ما عم بفهم عليكي. ايه ما في داعي لهالحكي، قولي انك ما بدك خطيبك يجي لانك مليتي من جنانه وغيرته. لا حبيبتي مو صح، انا اساسا بحب وائل لانه بيغار، وانت حاجه تعري جايبت لها الها مو اليك. لك شو خصك فيني؟ يعني اذا الشاب ما بيغار غلط انه الشاب بيكون ما بيغار؟ ليكي سموحه، انا من خلال تجربتي البسيطه مع وائل بعرف انه الشاب لازم اذا كان بيحب لازم 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 يغار، لانه في مثل بيقول لك اللي ما بيغار توت. بس انت ليش عم تسالي؟ ما بعرف، ما تعرفي على شاب جديد يعني بحسه ما بيغار، بس هو بياكد لي انه بيحبني. اها مشان هيك لك كان اليوم فايت وضرب بوزك شبرين. ما بعرف، محتارة كتير. يعني سامي شب كتير ظريف واخته رغاد رفيقتي بالكلية بتعرفوها، بس مشكلته انه بارد وما بيغار، بس دائما بيأكد لي انه هو بيحبني. ايه شو عرفك انت؟ بركي هو من النوع اللي ما بيحب يظهر مشاعره. لك صار معنا كذا موقف وردة فعله كانت غريبة. مثل شو يعني؟ احكي لنا. اسمعوا يا صبايا، مثلا الاسبوع الماضي كنا سوا، احكي لي شو صار بالشباب اللي لطشوا رغد بعد ما طلعتوا من السهرة، شو سويت لهم؟ خلص حبيبتي تصرفت. ايه شو تصرفت؟ قولي بالضبط. بهدلته وما خليت لهم ولا كلمة. خلص بتعرفيني حمش، المهم هلا احكي لي كيف كانت محاضرتك اليوم؟ مملة ومعتيني. عمل 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 عم صورني وانا قاعدة معك. سامي 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 خلص خلص خلص، انا بورجي لها التافه. الله يوفقك، لا تعمل شيء، خلص اتركه. لك شو عم تحكي انت؟ لك انا قاعد معك وعم يصور وعم يصورك. معلش حبيبي زرع بدقني هالمرة بلا فضايح، لا بيلتموا علينا العالم. ما بقى فيني ما بقى فيني، بتعرفيني انت دمي صار يغلي غلي، دمي صار يغلي غلي. هلا مفش خلقي. زورت لك يا زورة، شوفي شوفي شو صار فيه، انت شايفتي اكتر مني. لا هذا اللي طلع منك، انضب انت وياه. هات الموبايل لشوف. انت عن جد عم تحكي ولا عم تمزحي؟ هذا اللي صار بالحلف. رجال دخيله شو رجال فعلا، وحياة الله فكرته رح يقوم يكسر الطاولة على راسه. حقي حسه ما بيغار ولا مو حقي؟ حقك والله. هلأ هو من ناحية انه بيغار فشكله بالفعل بيغار لانه دافع عنك، بس المشكلة بطريقة دفاعه شوي هيك مخربة. تمام اسمعي مني، طعيله كرت فورا. شو بدك بواحد ما بيقدر يدافع عنك؟ صح، كل مرة بقول هيك بس بيرجع بيدقلي وبيصفلي معلقات وبيقلي كلام حلو، فبضعفه بسامحه. يا حبيبي على هيك رجال، هيك رجال آخر أيام؟ الشباب بيقعدوا بتحركة شو فيكي وهو واقف عم يتفرج لك؟ هذا خرج يكون عنا بالضيعة، كانوا معس ومعس. ينصر دينك يا شبيبة. هاي روق شوي، صلوا على النبي، شو بكون هجمتوا على الرجال فرد هجمة؟ أنا فكري لازم تعطيه كمان فرصة لقدام، لأنه بجوز فات بالحيطان تلبك بطل يعرف شلون بده يتصرف. لازم شوي تتروع على الزلمة لحتى تعرف خرج ترتبط فيه ولا لا. طيب أنا رح أعطيه فرصة أخيرة، بس شو دخيل الاتزان والحكمة؟ أنا لا دخيلك أنت، آخر حدا بالدنيا بيحكي عن الاتزان والحكمة. شو رأيك أنت هلأ بما أنه هيك قاعدة وساكتة، مرقي لك كم كالوراية؟ ما لا حاجتي، بعدين أنا أخذت قراري. لا تقولي لي رح تعتذري عن الدور، بكرة بتعرفوا. إيه لا مو معقول، شو هاد؟ شو صار بعدين؟ ولا شي، حملت حالي من المطعم بس أنا كنت رح أطق منه. يقطع عمره، لك يقطع عمره شو تشتوش. لا والعنفين شو بيقول لي؟ أنا برأيي أنه ما في داعي للعنف، كل الأمور حبيبتي بتنحل برواق.
اي والله والله لو وائل محله لكان ما ترك فيه ولا عظمه سليمه. بتعرفي هالعظمه؟ يعني وائل اذا واحد طلع فيني تطليعه اخويه بريئه بقيم الدنيا ما بحطها. طيب شو اعمل؟ اسمعي مني. ايه قومي دقي له هلا وقولي له ليك حبيبي ما في نصيب، بكل بساطه ما في نصيب، انت من طريق وانا من طريق، اسالي مجرب ولا تسال حكيم. هذا الصح. هلا قصتك انت وائل صارت القدوه تاع حبيبتي لقلك. اليوم قولي له يجي لعنا المساء وعلي قراره. ايوه وليش لحتى يجي لعنا؟ شو بده يجي يعمل؟ ناقصنا تشتيش لان. ولك انت منين طلعتي لي انت؟ بس لتقري الكتب اللي قاريها انت انا كل عمري تعي ناقشيني. بخير. اسمعي، نحن هلا سمعنا بس وجهه نظرك، يعني وجهه نظر طرف واحد، بدنا نسمع وجهه نظر الطرف الاخر لحتى نحاكم الموضوع كما يجب، صح ولا لا؟ لا. يعني بلكي صار في سوء تفاهم، شغله ما انا مفهومه، قصه انت تفصيل صغير مو حاكيتي، لحتى ما تتسرعي وتاخذي قرار تندمي عليه شبك. شو رأيكم؟ يا خيتي شو هاد؟ هلأ بدك تروحي بهاي الهيئة؟ أكيد عم تمزحي. طبعاً رايحة هيك، معقولة أروح دور بطولة على حالي؟ صرت 3 سنين متخرجة من المعهد، أكبر دور إجاني 15 مشهد، نصهم صامت ونصهم يمروا ملوحاً. لا هاي غير الكفوف والدفشات والنعرات. طيب وبركي كشفوكي؟ لا لا ما رح يكشفوني، راجي بعمره ما ملتقي فيني، كيف بده يعرف؟ يا عيني عليكي شو حاسبتيها؟ هلأ إذا عطوكي الدور ومشي الحال شو بدك تساوي؟ بدك تاخدي الحشوة معك؟ هلأ من هون لوقتها بيكون مشي الحال، المهم دعولي مشان راجي يشوفني مثل محاطط بباله بقرة ويوقع مع العقد منيح. يلا باي. دعولي ميديا ميديا استني 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 شوي. شوف يا السحر، شفتهم مرة عم بيعملوها بالتلفزيون، نعمل هيك نحتمك لقلك. والله منيح تذكرتي، كان رايح على بالي. جبتي انا رفيقتك الذكية. ضبي منيح منيح. ممتاز، اعملي تيست لشوف. يلا معلي لليلة الله يوفقك اذا بتريدي. تتذكري هداك الدور القديم اللي عملنا بروبا معي؟ ايه ايه اذا بتريدي. ايه شو كان الحق عليكي؟ الحق علي انا اللي عملت وحده مثلك رفيقتي. ليش لسه بتقلي ليش؟ انت ما فيكي احساس، ما فيكي ناموس. طيب ليش؟ طلعي لبرا بيتي، برا برا برا. خلص رح كمل بروبا بالميكرو. يلا باي ادعولي. عفوا يا انسه، انت لهلا ما قلتي لي كيف بقدر ساعدك؟ عفوا عندي موعد مع الاستاذ راجي، ممكن نشوفه؟ ايه بس شو اسم حضرتك؟ انا الممثله ميديا اسرب. انت ميديا؟ فورا لعند الاستاذ راجي لجوا. شكرا. بيربك مو مثل البقره. عم باكل كثير. اسف بس رعبتيني. حضرتك انشارد لما فتت، انا ميديا، قالوا لي بدك تشوفني. انت ميديا؟ يا اهلا وسهلا. اهلين. عفوا عفوا في سوء فهم بالموضوع. تفضلي تفضلي عدي عدي. احكي مع الريجيسير، هذا لانه مو صح. هذا الريجيسير كل ما بدنا اياه يبطل يرد. انت اكيد الريجيسير هو اللي قال لك؟ طبعا اكيد. مشان هذا الدور الريجيسير؟ اكيد. عفوا انا بعتذر منك انسه ميديا، يعني احنا طلعناك من بيتك واجيتي بالزحمه واكيد تعذبتي لو وصلتي لهون، بس كله على الفاضي. شو يعني استاذ؟ ما مش الحال؟ ما رح تعطوني الدور؟ الحقيقه. شو الحقيقه؟ الحقيقه في عندي مشكله بالشكل الخارجي. يعني بصراحه شخصيه البطل الرئيسي اللي عنا مو ظابطه عليك بنو. صدقني يا استاذ، اذا بتعطوني شوية وقت شوية وقت لصير مثل البقرة. على فكرة انا جسمي كتير قابل للنصح، هيك بعائلتنا كلهم بينصحوا بثلاث ايام. ما هي هون المشكلة، البطلة الرئيسية عندها اكتئاب
أدى فيها هذا الاكتئاب لأنه تكون نحيفة كتير وهزيلة ومعصمصة، حتى بنهاية المسلسل بتبطل على الأكل نهائياً، بتصوم لحتى تنهار نهائياً. ادخل. يا أهلا وسهلا. أهلين أهلين وسهلين. آنسة لو سمحتي في مجال تفتلي بمحلك؟ استاذ راجي قال بدك تشوفني. طبعا بدي اشوفك. طبعا تفضلي قوم. تفضلي تفضلي ارتاحي. تفضلي عندي. اهلا اهلا اهلا. هاي ميدو، كيفك؟ ليشك نصحانه؟ يا الله شو متغيره. بس بتعرفي لا بقت لك الصحه، مو هيك استاذ؟ طبعا. ليش انت بتقولي شيء مو صح؟ سمعاني كثير كانه تاخر كثير. يمكن بطل يجي. لا شو بطل يجي، من 10 دقائق دق لي وقال لي انا جاي على الطريق. طب ليكو ما بتكون تفيقوا ميديا كمان عشان تعرف عليه؟ تركي ميديا لهالله. وانا ما دخلني ما فيقه بعد اللي صار معه. اكيد هاد هو اللي اجى. ما قلتلكم رح يجي؟ هي لحقي بسرعه. مسكينه ميديا، ضلت تشهق وتبكي لبين ما نامت وهي منهله. يا خطيطة. تفضل. يلا. هاي. هاي. عرفكم سامي. اهلا وسهلا. بعرفك ليلى. ليلى. لبنى. مرحبا. نور. نور. اهلا اهلا حبيبي. تفضل. سوري بس هلا كثير عندي سوسو. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نورت البيت. اهلا وسهلا استاذ سامي. ان شاء الله ما تعذبت على الطريق. هو انا الصراحه ما بحب سوق بالعتمه، يعني ما بعرف شو ممكن الواحد هيك يطلع له سربرايز اشياء هيك غريبه. لا بس الحمد لله الطريق كان كتير كويس وهيك. الحمد لله. الحمد لله طمنتنا. استاذ سامي احوتك كيف بتحبها؟ لا يا عبي الشوم ما بدي شيء، ما بدي عزبك. ميرسي. لا والله ما بيصير، لازم يصير بيناتنا قهوه ملح ولو. بحبها وسط. حلوه اذا بتريدي. اسفه حبيبي نسيت. حلوه ماشي. هلا بعمل قهوه. يا ميت اهلا وسهلا. ميرسي. شكرا. شرفت والله يا استاذ سامي. تسلمي. شكرا كثير. على فكره الفريندز تبعك بعقده، لطيفين فيني كثير. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي. شو قبل القهوه ولا بعد القهوه؟ لا لا قبل، ما بدنا نضيع وقت. اوان اتكلنا على الله ونعمل اتكال. استني. صرصور يا بيي. صرصور يا بيي. بيجو بدي اشوف. صرصور قومه قومه. صرصور يخرب بيته وما اكبره وعلقان بالزاويه وما عم يتحرك. هل قده؟ دوري شو لونه؟ لونه اسود وله جناحات من هاد اللي بيطير. هي خلص 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 خلص. لا تخافوا لا تخافوا. هلا سامي بيروح بيقتله. لا غلط، ما في داعي نستفزه. انا بعرف نقطه ضعف الصراصير. هلا لحاله بمل وبيسلحب على البلوعه. بيته امانه. انا هذا رايي. سامي تقبرني. انا ما عم اقول لك انه عنا حرامي، عم اقول لك انه عنا صرصور. صرصور. لا جيبي لي هلا 100 حرامي لحتى واجههم لحالي واقتلهم. بس صرصور نو نو رح يوقف قلبي. سامي انت بتخاف من صرصور؟ لك لا مو مساله خوف، ولكن انا بقرف. حبيبي نحن كلياتنا بنات. هلا بدك تروح وتواجه الصرصور؟ لا ما في داعي نواجهه وش لوش. طيب شو بدنا نعمل؟ فكر يا سوسو فكر يا سوسو. لقيتها. عندكم بخاخ حشرات؟ من بخه وبختين. بخ بخ منجيب كرامته الارض. انا هذا رايي. وين هالبطيخ؟ سرعتوني. خلاص انا بقتله. ميديا. لك ولك 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 على ظهرك على ظهرك على ظهرك على ظهرك. بسرعة لك. اجي 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 اجي. ليكو ليكو يخرب بيتك شو تشتوش عن جد؟ شفتوا بعينكم؟ قلتلكم انه تشتوش. هون حبيبتي يا مثقفة يا حكيمة انتي. ايه شبكون انتو ما اعطيتوا فرصة؟ في كتير عالم تخاف من الحشرات. ايه فعلا. نور. ايه حبيبتي. وين الصرصور؟ ما شفتي؟ طلع من الباب هلا. يعني ما في صرصور؟ بتعرفوا انه انا ناطع قلبي؟ طلعت تشتوشة اكتر منا خطر. يلا